بها ايمانا وهدى وسدادا وتوفيقا. ولعلها كلمه مختصره تمسنا جميعا. الفطره التي خلقها الله تعالى في قلوب المسلمين ومحبتهم للطاعه والاعمال الصالحه، وان حصل من المسلم فيها تقصير وعنده ضغط السيئات والذنوب، وان حصل منه مقارفه بتلك الذنوب او عملته. لكن السؤال الذي يطرح نفسه، ما الذي يساعد المسلم على فعل الطاعات؟ كلنا نحب فعل الطاعات، كلنا نود ان نكون اهل استقامه، اسباب كثيره، لكنني سوف اذكر سببا واحدا يعين المسلم على فعل الطاعات. هذا السبب اذكره ثم اذكر امثله عليه. هذا السبب هو استحضار الاجور والفضائل المترتب على تلك الطاعه. كلما كنت يا اخي المسلم مستحضرا لفضائل ونصوص فضائل واجور طاعه معينه، هذا من اعظم الاسباب انك تفعل تلك الطاعه. ناخذ امثله ونركز على واحد في الذكر. كلكم تعلمون حديث النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري، كلمتان خفيفتان على الانسان، حبيبتان الرحمن ثقيلتان. الان تستطيع ان تقول ممكن تخرج من الصف حتى تسلم بيتك وسيادتك تكون قرابه 50 مره. ما الذي يمنع؟ الذي يمنع عدم استحضار النصوص. ناخذ مثال اخر، صلاه الضحى. يقول النبي عليه الصلاه والسلام لكل ابن ادم 60 و300 مفصل. يعني هذا مفصل، هذا مفصل، هذا مفصل، هذا مفصل، هذا مفصل. عندك 300، 60 و300 مفصل. وعلى كل سلاح هو مفصل، وعلى كل سلاح صدقه. اذا انت مطالب كل يوم 60 و300 صدقه. ويفسر عن ذلك ركعتين لاحظوا شافوا. بل جاء في حديث اخر فمن صلاها فقد زحزح عن النار يومئذ. لما المسلم يستحضر مثل هذه يساعد على فعل الطاعه. طيب ناخذ صلاه الجماعه. كل الناس الصغار والكبار يعلمون ان الفرق بين صلاة الجماعة وصلاة الفرد 25 درجة وفي رواية 27 درجة، هذا ما شاء الله كل نحفظ. اسمع لخمسة فروق عظيمة بأدلة صحيحة صريحة لا مطعن فيها ولا مدفع لها، تبين لك الفارق من أجر عظيم في صلاة واحدة بين من يصلي في بيته ومن يصلي هنا. وهذه الخمسة فروق كلها بأدلتها. لكن خذ هذا تركوها الكرسي، ليس من العدل المتمنى في الوسط رحمه الله. ها؟ طيب الله يسلمك يا شيخ. أول فرق يحوزه الذي يصلي جماعة ويخسره الذي يصلي في بيته أجر الخطوات. اسمع لحديث الصحيحين ولن أخذك عن البخاري ومسلم أو أحدهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا توضأ المسلم فأحسن الوضوء وخرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة كتب الله له بكل خطوة حسنة. مجرد أن تخرج من بيتك الخطوة الأولى حسنة وتمحى سيئة، الخطوة الثانية حسنة وتمحى سيئة، الخطوة الثالثة حسنة وتمحى سيئة حتى تصل إلى الصف. لو بيتك يبعد 300 خطوة إذا هذه 300 حسنة ومحيت عنك 300 سيئة. وفي الرجعة مثلها. فإن احتج عليه المحتج، وين الدليل على الرجعة؟ نعم عندنا دليل منفصل. ثبت في البخاري ومسلم أن رجلا من الأنصار كان من أبعد الناس عن مسجد رسول الله، وكانت لا تفطر الصلاة. فقيل له لو اتخذت دابة تقيك حر الرمضاء وزمهرير الشفاء. قال إني أرجو أن يكتب الله لي ممشاي وعوني. فأبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال أخبروه أن الله تعالى جمع له ذلك. طيب 300 حسنة في الروح و 300 حسنة في الجية صارت 600 حسنة. ولم يكن في الإسلام الحسنة بواحدة، حسنة بكم؟ بعشرة. وين أصحاب الدراهم والدنانير للتجار؟ 600 بعشرة كم؟ ها؟ شكلك تبيع تشتري 6000. 6000 حسنة و600
سيء. لاحظوا هذا واحد فرق 5 فروق الآن، عرفتم؟ لذلك أنا قلت لكم أن بعض الناس يقول صلاة الفجر على صلاة الجماعة، لا 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 لا، 5 فروق كلها صحيحين وحيدة. طيب الفضيلة الثانية، الذي صلى في بيتي حلو من أجل خطوات، وربما بعض الناس أكثر، وربما بعض الناس أقل خطوات. بل ثبت أثرا عن أنس، أظن عن أنس العهد بعيد، أنه كان يقارب بين الخطوات، فقال لبعض التابعين: لا تسألونني لماذا أفعل ذلك؟ قال: لماذا؟ قال: حتى تكثر الخطوات. اليوم بعض الناس يأتي بيت قريب يأتي بالسيارة، ولو قدر يدخل السيارة معه في الصف جنب الصف كان أدخل. انظروا حفظ الصف. طيب الثاني، حفظ الصف الثاني، قال: فإذا دخل المسجد، وما زلنا في الصحيحين، فالملائكة تصلي عليه: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، قبل الصلاة وأثناء الصلاة وبعد الصلاة. إما تخرج، إما لم تكن طهارة. طالما أنت قبل الصلاة، أثناء الصلاة، بعد الصلاة، الملائكة تدعو لك، والملائكة لا يعصون الله طرفة عين. يدعون لك 5 مرات، الذي صلى في بيته لا الملائكة ولا الشياطين ولا الأبالسة يدعون له. الفضيلة الثالثة يوم القيامة، الفضيلة الثالثة، قال: وهو في صلاة ما دام ينتظر الصلاة. ما معنى ذلك؟ الآن نحن صلينا مع شيخنا قرابة 4 دقائق أو 5 دقائق، إذا كتب لنا في ميزان عمل صحيحنا 5 دقائق نرجع ونسجد ونقول سبحان رب العظيم، سبحان رب الأعلى، ونقرأ القرآن وندعو بخير الدنيا خير الآخرة. الدقائق التي جلسناها قبل الصلاة كتب لنا في كأنك أسر. الدقائق التي بعد الصلاة تنتظر كتب لك كأنك صلى. بل أزيدك من الشعر بيت: مجرد أن تخرج من بيتك فأنت في صلاة. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خرجت من المسجد فلا يشم بكلمة بين يديه فإنه في صلاة. إذا أنت في صلاة منذ الساعة التي أنت تخرج فيها، ولذلك إذا هذه 3 فضائل. الذي صلى من بيته لا حسب له قبل الصلاة ولا. الفضيلة الرابعة: يوم القيامة يعطى الناس نورا يمرون به على الصراط. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وأيمانهم بشراكم اليوم الثاني. جاء في حديث أن بعض الناس يعطى نورا على قدر البصر، وبعض الناس يعطى نورا على قدر إبهام قدمه. من أين هذا النور؟ اسمع ما جاء لنا في مسلم وغيره. قال عليه الصلاة والسلام: بشر المشائين في الظلمات إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. 6 كلمات احفظها وحفظها من وراءك: بشر المشائين في الظلمات إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. والظلمات العشاء والفجر والمغرب على القول الراجح والقطع. من أين الأكرمات الذين يتركون صلاة الجماعة المغرب والعشاء والفجر؟ من أين لهم النور؟ حسب؟ لا. نسب؟ أنت من الأشراف؟ لا. أبوك وزير؟ أبوك أمير؟ أبوك تاجر؟ لا. إذا أردت أن تعلم أنت من أهل الإبهام في النور أو أهل الإبهام من مد البصر، انظر إلى هذه القدر الخطوات كم تمشي. هذا الثالث. الرابع عفوا. الخامسة والأخيرة، نسألكم سؤال: لو أن الله من عليك 40 سنة كنت يوم تقوم قبل الفجر ساعة توضأ وتستقبل القبلة وتذكر كتاب ربك وتضع 10 ما عندك الجبهة تسجد وتركع لمدة ساعتين لمدة 40 سنة، سألتكم بالله كم الأجر، قليل ولا كثير؟ كثير. اسمع، ثبت في صحيح مسلم من حديث عثمان رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة كتب له أجر نصف قيام ليلة، ومن صلى العشاء في جماعة كتب له قيام ليلة. والله وبالله وتالله بنص المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى، الذي قال لك المغرب 3 والعشاء 4 والفجر 2 ركعة، وقال لك الخمر حرام والكذب حرام والربا حرام والذي فسد غير عمل، هو الذي قال لك: من صلى العشاء في جماعة كتب له أجر نصف قيام
بعدين نصل الفجر الجماعة أنا وقيامي. والله بعض الناس تشيب الحين في بعض الطريق، وبعض الناس لا يمر عليه يومين أو ثلاثة إلا وتصل. أرجع أول كلمة قلت: ما الذي يعين المسلم على فعل الطاعات؟ أن يتذكر النصوص والقواعد. فيا أخي المسلم، كلما تكاسلت عن 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 صلاة الجماعة، تذكر هذه الأمور الخمسة بأدلة صحيحة. أختم هذه الكلمة بحديث له متعلق بهذا الحديث. قال عليه الصلاة والسلام في البخاري ومسلم: إن أهل الجنة ليتراءون لأهل الغرف كما تتراءون الكوكب. الغرف منزلة عالية في الجنة، لكنها ليست في الفردوس، أقل من الفردوس. عرفتم؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة يرون منزلة أهل الغرف كما نرى الكوكب الدري. الكوكب الدري أهل البادية والقرى يعلمون. هناك كوكب من أشد الكواكب في عدد، دليله على مده شديد اللمعان. لما ملت الليل في الليلة الظلماء من غير الكهرباء، سوف تجد أن هناك كوكب من أبعد الكواكب على مده أنه شديد اللمعان. انظر بعده عنك، والذي رفع السماوات والأرض أن الناس ينظرون لبعضهم البعض كما ننظر الكوكب. قال الصحابة: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء ومن يبلغها؟ قال: والذي نفس بيده يقسم وهو الصادق. إنها أي تلك المنزل لرجال آمنوا بالله وصدقوا. ما السبب في هذه الفروق؟ يا جماعة، أنا ذكرت لكم جزئية من آلاف جزئيات من العبادات. شوف، انظر الفروق كل يوم بين فلان وفلان 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 وفلان. لا يشكر الناس ولا يشكر الله يجزاه خير إماما. أمن على هذه الكلمة والوزارة مشكورة هذه الكلمة. ويقول ابن القيم: السهو في الجهاد يشترك فيه ثلاثة، ونحن نشترك ثلاثتنا لأجل هذه الكلمة: من تكلم ومن رتب ومن استمع. أسأل الله تعالى يحفظنا وإياكم الأجر. ونكتفي بهذه الدقائق، لأن شبه الإمام أنا أظن له بعين حق الله طول. الله يجزاك خير يا شيخنا، كثير أجرا.